ولمناقشة المستجدات المصرية ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي ياسر عبد العزيز. سيد ياسر مرحبا بكم. سيد ياسر، مظاهرات الأمس عمت المدن المصرية، لكن هناك من يرى أنه كان لابد من الاستمرار حيث أن الفرصة ربما لا تتكرر وتسعف المتظاهرين مرة أخرى. هو الدعوة كانت من الممثل والمقاول محمد علي، وكانت الدعوة لساعة فقط ليس إلا، فبالتالي الناس خرجت على الدعوة. هو يقود المشهد منذ حوالي 10 أيام، هو اللي بيحرك الموضوع، هو اللي صعد الأمور، هو اللي سخن الشارع زي ما يقولوا في مصر. فالدعوة كانت ساعة فقط، امتدت أكثر من 5-6 ساعات حتى فجر اليوم، يعني بدأت من أمس بعد مباراة الأهلي والزمالك السوبر، وكانت يعني فرصة لتجمع للجماهير، وبدأت بالفعل كانت الجماهير بدأت تهتف داخل المباراة، يعني وقت المباراة بدأت تهتف الجماهير ضد النظام، وخرجت بعد كده الشرارة من إسكندرية والقاهرة والسويس ودمياط ومدن كبرى، مدن أخرى، والمحلة كان في تظاهرة كبيرة جدا في المحلة. المحلة طبعا لها تاريخ كبير في الثورة والتثوير، كانت بدأت حتى من 2006. المحلة هي محافظة الغربية، محافظة الغربية، نعم. المحلة هي عاصمة محافظة الغربية، نعم. كان فيها حراك كبير جدا. طبعا المحلة لها ميزة معينة إن هي مدينة عمالية، نعم. والحراك العمالي من خمسينات القرن الماضي أو حتى من قبل أيام الملك كان لها زخم كبير في موضوع الثورة والاحتجاجات وهكذا أمور. غالبا كان بيحصل تحركات سواء من المدن اللي فيها تجمعات عمالية كبيرة زي مدينة المحلة، أو حتى في القاهرة من منطقة حلوان في ضواحي القاهرة برضو، عشان خاطر تجمع عمالي كبير بيقوم الزخم الأكبر من خلال هذه التجمعات. طيب، في اسكندرية كان في تجمع كبير اتحرك بعد المباراة، يعني كان في 10,000 مشجع اتحرك، 10,000 أغلبهم اتحرك بعد المباراة مباشرة بحسب دعوة محمد علي، اتحرك في الشارع، وبدأت تخرج الأعلام من أعلام من النادي إلى أعلام مصر جمهورية مصر، ومن بعدها اتغيرت الهتافات من هتافات رياضية إلى هتافات سياسية. فتحركت اتحرك الشارع بشكل كبير جدا بعد المباراة. بالتالي كانت الدعوة هي ساعة ليس إلا، فامتدادها ل3-4 ساعات هي كان الهدف منها إن هو إعلان احتجاج مبدئي. حتى محمد علي كان بيتكلم فيها ان هو بعد كده يبقى في تصعيد في المشهد بحسب المواقف والدعوات اللي هو كان بيدعوها، لان هو دعا وزير الدفاع ان هو يتحرك ويقيل رئيس النظام. طيب، وبالتالي على اثر ما سيقوم به وزير الدفاع سيكون رد الفعل. من هنا، ما الفرق استاذ ياسر بين هذه التظاهرات وتظاهرات 25 يناير كانون الثاني من حيث المقدمات والنتائج؟ طيب، هي مبدئيا 25 يناير كان وقعها غير خالص، وكان مقدمتها كبيرة جدا، يعني الناس تظن ان هي دعوة على فيسبوك وتحرك على اساسها المتظاهرين، لكن الامر غير كده تماما. الامر ممتد من 2004 تحديدا، ويعني حراك كبير كان في الاغلب حراك عمالي برضو، وحراك لناشطين سياسيين وحراك لناشطين حقوقيين. كان في حالة من الانسداد السياسي تدرجت حتى انتهى بانتخابات 2010 المريعة اللي انسد فيها الأفق تماما، كما نحن نعيش الآن في مصر في انسداد تام في الأفق السياسي. فالدعوة ما كانش دعوة فيسبوكية كما يدعي البعض، لكن كان هو تدرج وتصاعد حتى وصل الأمر إلى 2011. الفرق بقى ان من دعا الى 2011 هم مجموعه من الناشطين من الشباب، اغلبهم من طبقه عليا متعلمه، خرجوا للخارج، انفتحوا على العالم، فيعني حبوا ان هم يتحركوا. بعد الثوره البرتقاليه في اوروبا كانت محيه جدا، فالناس اتعلمت وتدربت وهكذا امور. الوضع النهارده مختلف تماما. الوضع الان هو حراك، يعني كان في 2011 كان الحراك حراك حقوقي سياسي، النهاردة الحراك يمكن حراك اجتماعي أكتر منه سياسي. طيب، لذلك لا ترى وجود حقيقي للمعارضة المصرية.
لكن هو الوجوه غير الوجوه، الوجوه يعني الوجوه الفقيرة، الوجوه اللي اشتكت كتير خلال الفترة اللي فاتت من خلال رفع الدعم، من خلال الغلاء اللي حصل، من خلال الانسداد السياسي والحقوقي وحتى الاجتماعي حتى الإنساني في حالة من الانسداد بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013. تم مصادرة جمعيات أهلية وجمعيات خيرية كانت بتفتح باب أو طاقة صغيرة للفقراء إن هم يعني يبقى طوق نجاة ليهم من الغلاء اللي بيحصل سواء من التضخم أو شروط البنك الدولي. فكان هذه الطاقة بتحرك الناس شوية وتمشي طيب. الأمور أستاذ ياسر عفوا، هناك من يذهب أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد عودته من نيويورك يشارك في الأمم المتحدة في ربما سيقوم بتغيير القيادات الأمنية لأنها ربما فشلت نوعا ما في احتواء الشارع المصري، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا أتفق أبدا مع هذا الطرح، لأن يعني ما يحدث الآن في مصر هي عبارة عن احتجاجات لم تخرج لحالة التظاهرات الكبيرة، مع أن ما نقدرش ننكر أن في محافظات كتير وبدأت محافظات أخرى بدأت تدخل في الحراك، إلا أن ما تم حتى الآن لا يصل إلى ثورة إنما مؤشرات. فبالتالي في ادعاءات أن الأمن كان متراخيا بالكلية مع الناشطين والمتظاهرين في الشارع، هذا أمر ليس حقيا. كان في اعتقالات بالجملة في ميدان التحرير وفي السويس وفي المحلة بشكل قوي، في ميدان طلعت حرب كان في اعتقالات يعني بيصل لمئات المعتقلين، وإحنا بنقول إن المظاهرات مش ضخمة بالشكل مثلا زي يناير أو شيء، فمئات من الاعتقالات معناها إن في قبضة أمنية شغال. خلينا نقول أمر يعني الكل يعرفه إن أبناء عبد الفتاح السيسي يعني قابضين على مفاصل مهمة في الدوائر الأمنية، محمود على المخابرات، المخابرات نعم. وعلى الرقابة الإدارية وليهم ابن تاني أظن محمد في المخابرات، نقلوا كان في البترول ونقلوا المخابرات. فالدوائر الأمنية هم قابضين عليها وولاده حتى الآن موجودين على رأس عملهم وبيتحركوا، فالمشهد لم ينفلت كما يدعي البعض. الجيش نوعيا حب يخرج من المشهد عشان خاطر ما تلقاش الضربة مرة أخرى في غضب معروف. الشرطة لم تستخدم الأساليب اللي استخدمتها في 28 يناير، خلينا ما نقولش 25 يناير، في 28 يناير كان القمع كان كبير جدا جدا شديد، كان في قتل يعني وصل حوالي 110 قتيل في يوم 28 يناير فقط، وكان رصاص الحي كان تم استخدامه بالفعل، إنما الآن في تراجع شوية في عملية اعتقالات، الاستخدام أكتر للمباحث المدنية أكتر منها للنظاميين، ضرب النار يمكن حتى الآن مش موجود في قتيل واحد في اسكندرية قتل امبارح، لكن حتى الآن لم يظهر قمع حقيقي من الشرطة، لكن طيب. لا نستطيع برضو أن احنا نقول أن القبضة الأمنية للأجهزة الأمنية منفلتة أو غير منضبطة. أستاذ ياسر، هل تعتقد أن المعارضة المصرية عموما أخفقت طوال هذه السنوات الماضية في تحريك الشارع المصري، ولكن المقاول والفنان محمد علي استطاع بنشاط بسيط عبر وسائل التواصل وغيرها أن يحشد الشارع المصري؟ يعني احنا ما نقدرش نقول كده، لأن المعارضة المصرية هي كانت عامل من العوامل للاضطراب حتى وصلنا للانقلاب. في جزء خلينا نقول مثلا الرئيس مرسي الله يرحمه الراجل واخد 52% 51 وكسور في المية، معنى كده ان الشعب ما كانش بالكلية مع المعارضة، فبالتالي ما نقدرش نقول برضو ان الشعب مع المعارضة الان، فبالتالي المعارضة لما تحركوا فهو يتحرك. المعارضة ليها جمهورها اللي بالفعل حتى الان هو معاها ومؤمن بها، هذه الشريحة بكل صدق هذه الشريحة تتوسع الآن، يعني المؤشرات اللي بتتكلم على إن مثلا القنوات المعارضة هي الأكثر مشاهدة في مصر بحسب إحصائيات رسمية من منظمات عالمية بتؤكد إن معنى هذا إن الشريحة لها تأثير يعني في الداخل. طبعا الشريحة اللي بدأت تنضم إلى المعارضة كبيرة، لكن في النهاية هذه الشريحة التي تنضم إلى المعارضة
لم تؤمن بعد بالمعارضة أن هي تكون لها محرك، لأن في المقابل المعارضة لم تقدم مشروعا واضحا تلتف حولها الجماهير وتقودها في النهاية. لكن محمد علي، الفارق هنا أن محمد علي هو يعني زي ما أقول شاهد من أهلها. محمد علي جزء من النظام، والراجل اعترف كده، قال أنا راجل فاسد وكنت مع الفسدة وكنت بستلم منهم رواتب وبقدم لهم رشاوة وباخد مقاولات بالإسناد المباشر مخالفة للقانون، وكسبت مليارات ودفعت رشا بالملايين. فبالتالي الرجل بكل أريحية قال أنا من هذا النظام وأنا جزء منه. فبالتالي لما يخرج الراجل يشهد بهذه الشهادات فيقبل شهاداته، نمرة واحد. نمرة اثنين، الراجل كان ممثل فمشهور ومعروف عند الناس أكثر من المعارضة. يعني ممكن واحد مثلا معارض بقاله 30 سنة وشغال في السياسة وبيكتب في كل حتة، لكن ليس له تأثير مثل الممثلين. حتى إن يعني كانوا يدرسوا في موضوع المظاهرات وإثارة الجماهير استخدام الفنانين ولاعيب الكرة وهكذا، النجوم، هذه الوجوه اللي تقدم عند الناس والمقبولة عند الناس أكثر من السياسيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي السيد ياسر عبد العزيز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.